أهلا بكم أحبتي متابعي فضائية الأيام في اليوم الثالث من برنامجكم برنامج أيام المونديال. المنتخب السعودي يتفوق على نفسه ويبهر الجميع ويلقن ليونيل ميسي وراقصي التانغو درسا كرويا بليغا في الحصة الأولى للمجموعة الثالثة، وليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء فيما لم يحسن زميله زيلينسكي صناعة اللعب لتخرج بولندا بتعادل مع رجال الأزتيك. وفي المجموعة الرابعة تونس تقدم عرضا جيدا أمام الفايكنج وتتقاسم نقطتي التعادل مع الدنمارك، فيما سنكون معكم أولا بأول بنتيجة مباراة استراليا مع حامل اللقب المنتخب الفرنسي بحثا عن صدارة المجموعة. مساء مونديالي بغدادي، استرجعنا معا أهداف مباريات الأمس وقبل مخاضات مباريات اليوم التي تستحق فعلا مفردة مخاضات. دعونا نسترجع مونديال 38 في دقائق معدودة لأهمية تلك المرحلة من حقبة العالم أجمع والبطولة بالتحديد. رحبوا معي بمحلل برنامج أيام المونديال الأستاذ خلف حسن كريم، أهلا بك مرة أخرى. حياك الله أبو علي، إليك ولكل الجماهير اللي يتابعون هذا البرنامج. يمكن هذا برنامجنا إحنا هو تاريخ وهو تحليل وكل أحداث كرة القدم في هذا البرنامج، وحدث يومي مع المونديال في الدوحة. أكيد. الغريب أستاذ خلف، يعني يبدو أن القرار السياسي منذ أمد طويل له علاقة بالرياضة. اليوم رجعتونا العام 1938، يعني السياسة دخلت في كل مفاصل كرة القدم والأولمبياد. وعلى مر التاريخ وأحيانا تقام حروب بين دول، ويمكن أنت تعرف هاي الأمور كلها، وأحيانا الأمور السياسية تروح حتى على الأفراد الرياضيين. يمكن تتذكر بطولة مثلا أولمبياد موسكو، الدول الغربية قاطعت أولمبياد موسكو سنة 80. من رحنا لوس أنجلوس عام 1984، دول حلف وارشو اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي قاطعت البطولة. نعم. ردا على ما جرى في موسكو. إذن هاي الأحداث الرياضية مرتبطة، أنا أقول مرتبطة سياسيا. شلون ما مرتبطة سياسيا؟ يعني اليوم بولندا وصانع الألعاب زيلينسكي جاءوا بمكان المنتخب الروسي. بس أشوف يعني اليوم زيلينسكي صانع ألعاب بولندا، بس ما صنع لليوم هذا. نعم ما صنع. بس ليفاندوفسكي المهاجم بعد شوي نمر على ضربة الجزاء اللي هو سواها. نعم. يعني سواها بقوة جسمه من داخل، قلت يمكن هذا قوي طالع على جد هتلر. إيه عنده قرابة. لأنه يمكن قرابة من الأم. لنبدأ في تحليل مباريات اليوم. المنتخب السعودي أبهر الجميع وأجبر الجميع على احترام ما قدمه، إنها الأرجنتين، كيف ترى ذلك؟ يعني إذا تكلمنا على مباراة اليوم وتكلمنا بالذات على المنتخب السعودي، السعودية بدأت ويا كأس العالم من 94 98 2002، وصلنا لل 2006. إجا جيل ال 94 هو اللي وداهم للدور الثاني. أنا هذا المشاركة الأولى. نعم. يعني تذكر العويران وهذول. نعم. العمالقة أنور فؤاد أنور، الدعيع. هذا الجيل ذكرني بذاك الجيل القديم، وهذا الجيل جيل شاب استطاع واحد من أفضل مدربي، أنا أقول بطولة كأس العالم الحالية اللي هي هاي السنة. نعم. في قطر اللي هو هيرفي رينار، قد يكون هو محور العطاء بالنسبة للكرة السعودية مع هؤلاء الأولاد. حسن اختيار اللاعبين اليوم، الفريق شبه جديد، يعني يمكن سالم الدوسري ولا كم لاعب من القدماء، اما الفريق كله باكمله فريق جديد بيلعب كره قدم. اذا قلنا هل فقط اليوم هو قدم نفسه للكره السعوديه، انا اقول قدم نفسه للكره العربيه، للكره الخليجيه،
وشرف الكرة الآسيوية بهذا العطاء. خلف خليني يعني أسألك سؤال يعني مو تكتيكي يعني، ولكن هل تفوق السعوديون لأن الأرجنتين كانت سيئة؟ لا، أنا باعتقادي لا. اليوم حاولوا، شوف خلينا نقسم المباراة وراح نروح مع الأخوان. يعني بالكليب الأول عندنا الشوط الأول، الشوط الأول كانوا الأرجنتين أفضل، لكن أكو مستوى وإداء شجاع للفريق السعودي، ما خايفين، مهارة عالية في مصيدة التسلل. يعني إذا أعطينا عنوان للشوط الأول في هذه المباراة، يمكن الفريق الارتكب الفريق الأرجنتيني 5 أو 6 حالات تسلل، 3 من عتر راحوا للجول وقولوا والفار يلغيها أو الحكيم يلغيها، لكنها حالات فعلا تسلل. هي بالضبط هي حالات، نعم. يعني حالات تسلل، وهذه التشكيلة اللي لعبوا بها الفريق السعودي. محمد العويس حارس جديد هو احتياط، سعود عبد الحميد، علي هادي والشهراني، ونتمنى انه اصابة الشهراني يكون يا ربي يكون سالم من هذه الاصابة. نتمنى لاعب الارتكاز المالكي عبد الله المالكي، الريكان والفرج سلمان المالكي الفرج. بالنص يعني لاعب ارتكاز بالنص بالنص، نعم. واعتقد انه هو 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 اللي سوى اسيست للهدف الاول وراح نمر عليه. ليش ذكرت سالم الدوسري والشهري راس حربه، فكانوا يلعبون مواجم ومهاجم واحد. الفريق الارجنتيني ايش كانوا يلعبون؟ كانوا يلعبون مارتينيز لاعب الانتر كمهاجم، وميسي على اليمين وعلى اليسار، العفو على اليمين دي ماريا وميسي على اليسار، مع حريه الحركه لميسي. الان هل اداء الفريق السعودي خايف من فريق الارجنتيني؟ لا، انا اقول لك لا، بالشوط الاول كان ممكن. يعني خصوصا في بدايه المباراه يعني راح تقول لي مرحله جس النبض، انا شخصيا لا ماكو لا مؤلمة. يعني قضيه جس النبض ترى كانت بالخمسينات، هاي لغت لسبب بسيط انه الان اعرفك وتعرفني، اكو يعني تواصل واكو انترنت واشوفك ومستقبل واسماء واسماءك موجوده. ولكن مع كل هذه يعني بالمناسبه المنتخب السعودي لديه تجربه واسعه، بدا يعني مهزوزا خائفا في بدايه المباراه. شوف بدايه المباراه وراح نروح مع الاخ بالكنترول، بالدقيقه اول دقيقه ونص اجت فرصه للتسجيل الى ميسي، راح نمر عليها. اول دقيقه، نعم. ونص، نعم. وراها اجت ضربه الجزاء اللي سجل منعتها ميسي، فالبدايه كانت طيبه جدا المل للفريق العفو للفريق الارجنتيني. اذا الفريق الارجنتيني في احسن احواله انه انا راح اتقدم، ضيعت فرصه وسجلت وبامكاني ان اسجل، لكن اجد الحالات اللي راحوا بها على المرمى الفريق السعودي كلها من حالات تسلل. انا اقول اللاعبين اللي هم حسان محمد وعلي هادي البهيلي تحملوا كثير من الهجمات. طيب الذكر علي هادي، الله يرحمه، نعم. رحمه الله على روحه، تحملوا الكثير من الهجمات وكانوا صامدين يعني إلى نهاية المباراة، وهذا يحسب إلمن للتكتيك. يعني الفريق كان من يفقد الكرة شو تحس به من الصعوبة أنت تخترقه، عزوا يعني الفريق الأرجنتيني عجز شلون يفك الشفرة، خاصة بالشوط الثاني. يعني هي بداية المباراة بالشوط الثاني بالدقيقة 42 وبالدقيقة 52 سجلوا الفريق يعني خلينا نمر، هذه أول فرصة للتسجيل. طبعا محمد العويس انقذ هدف محقق، وهنا اجى الهدف الاول من ضربه جزاء، واجى بالدقيقه يعني العاشره، وهنا توالت فرص حقيقة. هذا يعني اعجبني كثيرا يعني دقه مصيده التسلل المنتخب بكل تاكيد. بالمناسبه يعني لم يحتاج السعوديون كثيرا في الشوط الثاني. هذه شوف هذه الحالات، نعم نعم، هذه احداث الشوط الاول، هذه ضربة الجزاء، وخلي نشوف هاي الحالة اللي وراها القادم من الخلف. طبعا هذا مارتينيز سجل لكن الحالة تسلل، نعم. وميسي سجل شوف هذا القادم من الخلف، نعم. هنا تبدي خطورة الكرة أمريكا الجنوبية للقادم من الخلف، وهذه الفرص صارت بالشوط الأول. يمكن الفريق السعودي بالشوط الأول ما قدر أن يخلق فرص حقيقية للتسجيل على مرمى فريق الأرجنتين. لكن إذا أجينا للكليب الثاني اللي هو الشوط الثاني تماما مختلف.
بدايات طيبة. الشوط الأول اللي تابعناه يعني أنا وأنت معا، من يتابع أو من تابع الشوط الأول ما ممكن أن يصدق بما جرى في الشوط الثاني، وهذا يعني ربما يعني هذا المدرب اللي أنت اللي يعني المدرب اللي أنت نعم رينار، نعم رينار فرنسي، فرنسي الجنسية، اللي أنت احترمت كثيرا ما فعله أو ما عمل مع المنتخب. أنا أشوف أكو فيديوهات لهذا المدرب من يتعامل مع الفريق، هذا الشوط الثاني هذا الهدف الثاني اللي مال سالم الدوسري، وهذا بيه شغل كثير، خل هسه راح نرجع عليهن. نعم. وحده نعم. طبعا هذه احد الفرص اللي اضاعت على الفريق الارجنتيني، طبعا بعد كانوا متاخرين هنا، هذه هنا الحارس راح ينقذ الموقف، اليوم الحارس كان بطل، هذه الليبرو هنا الحارس اللي هذا يذكرنا بنوير الالماني نوير جماعتك زين، تحس به هو لاعب الليبرو يعني، هذا انقذه، هذا هدف حقيقي، ولهذا اليوم وان شاء الله مع الدكتور ان شاء الله ان شاء الله راح نتكلم على اليوم في كل المباريات، انا باعتقادي ابطال المباريات كلها هم حراس المرمى اليوم في كل المباريات، مو فقط هاي المباراه، عدم احنا ما ندري مباراه فرنسا واستراليا شنو اللي بيها اخطاء حراس مرمى، انا ما شفت اخطاء لحد الان يعني، انا دخلت الاستوديو تتقدم فرنسا يعني، اديك الفرنسي صاحه مرتين بعد هدف استراليا الاول، نعم اديك الفرنسي صاحه مرتين ما ينقدر عليهم اي فمن اجينا بالشوط الثاني تحس لا سجل الفريق انا اقول خلينا نقول باغت الفريق الارجنتيني، ما حد متوقع لا الكادر التدريبي ولا اللاعبين انه هاي عقليه اللاعب السعودي اللي يعرف يتحرك بدنيا قوي مهاريا، لاعب من احلى ما يمكن، وانا اسجل في مرماك، سجلوا خلال 6 دقائق هدفين في مرمى الفريق الارجنتيني، هذا يعني يقول جماهير لاعبين بالملعب كادر تدريبي على دكه الاحتياط ما حد كان مصدق انه هذا الفريق راح يسجل في مرمانا وراح يصعب مهمتنا حتى ولو بالتعادل، وبالنتيجه انا اقول هذا الفوز، انت مرات احنا ايش نقول انا اليوم اريد اكتب تاريخ، تاريخ شلون يكتب بهكذا نتائج، بهكذا نتائج، ما يعني هاي يعني المباراه ستوضع في الرف الابيض للموروث وللتاريخ الكروي السعودي، وتخط بالقلم الاخضر. نعم لانه يعني بالمناسبه يعني ليس لانها فقط الارجنتين وانما ميسي، الجميع يتحدث عن ميسي، يعني ميسي يعني الذي لم يستطع ان يفعل شيء اليوم، يعني ايش راح يسوي مثلا بالمباراتين القادمه؟ هل يمكن للارجنتين ان تودع يعني في هذه المجموعه تودعها مبكرا؟ انا اقول كل شيء جاهز، كل شيء، بس بالامس لا يعني ما كان كل يعني تفاجئنا، مو احنا انا وياك اتفقنا على شيء واحد، قلنا اللي يكسب المباراه الاولى وياخذ اول 3 نقاط ربما اخذ نصف الطريق، وصل لنا نصف الطريق. نعم. يعني نتيجه، شوف نتيجه التعادل تاخذ نقطه، من تفوز تاخذ 3 نقاط، المباراه اللي تلعب عليها نعم تلعب على التعادل انت يوديك للدور الثاني، هسه اصبح لزاما على فريق الارجنتين ان يفوز بمباراه حتى يترشح، يعني في وضع يعني رد الفعل في بيونس ايرز وفي الصحافه الارجنتينيه، اعتقد يعني يعني المنتخب الارجنتيني سيفعل ما تفضلت به، يعني بامكان الارجنتين ان تفوز في مباراتين، كيف يمكن يعني صوره المجموعه يعني سترسل، يعني اكو مهمه صعبه انا اقول. نعم. امام المكسيك مجموعه المكسيك وبولندا، ربما يفوزون على الفريق البولندي، المكسيك اليوم بعدين راح نتكلم على مباراة المكسيك. نعم. المكسيك قدموا مستوى من أرقى ما يمكن، وكادوا أن يطلعون خسرانين بكرة واحدة دخل بها ليفاندوفسكي وأخذ ضربة جزاء وأضاع ضربة الجزاء. نعم كابتن، ننتقل لاحقا، أنا فقط يعني يدور في بالي يعني بالنسبة لبولندا والمكسيك في يعني ضوء التعادل اليوم، يعني الأرجنتين بالمركز الأخير، يعني إذا يعني استقراءك أو فهمت من طرحك أنه الأرجنتين ممكن أن تتجاوز بولندا والمكسيك، يعني هل السعودية قادرة أن تفعل ما فعلته بالأرجنتين أمام المكسيك؟ أنا بتصوري
الفريق السعودي قادر أن يفعل كل شيء أمام بولندا في ضوء المستوى اللي قدموه بالمباراة الأولى أمام الأرجنتين. الفريق أنا شاهدت المباراة أنا وياك وكنت مركز على الفريق البولندي. فريق البولندي كأنه فريق يمتلك الأجسام القوية لكن يدافع قوي ويلعب للدفاع، يعني مو فريق عنده الدوميننت تيم، الفريق اللي هو يقول لك انا راح ادخل واريد المباراه من عندك، لا هو اللي يروح وين يدافع اللي يريد يطلع باقل الخسائر. يعني اليوم هجمه واحده كان ممكن يفوزون بها، بس هم لو تشوف الفرص اللي ضاعت من فريق المكسيك، اليوم المباراه مباراه المكسيك، المكسيك قدموا كل شيء، فرص، استحواذ، انتشار بالملعب، تغيير اتجاه اللعب من جانب الى جانب، اليوم قدموا كل شيء فريق المكسيكي وقلت لك كادوا ان يخسرون. ويمكن عندنا لقطات انا يعني اتذكر يعني اذكر مونديال 78 أي. في الارجنتين كان المنتخب التونسي يعني زمان طارق دياب وعلي سعيد الكعبي دول الكعبي والشتالي نعم شتالي المدرب كان لاعبته فاز المنتخب في اول مبارياته 3-1 على المكسيك صحيح وابهر أي. كما فعل السعوديون اليوم، ولكن في المباراة اللاحقة خسر من هولندا بخماسية وخسر وودع من الدور الأول. أتمنى السعوديين يعني إحنا الآن في 2022 علينا أن نستوعب الدروس الكروية والدرس المونديال، يعني حرامات اللي فعله المنتخب السعودي اليوم حرامات يعني أن يذهب سده. ممكن الآن أن نعبر الفريق العربي الآخر التونسي والتعادل مع الفايكنج الدنماركي. يلا نتكلم عليهم. أنا أقول المباراة شوطها الأول تكاد أن تكون متكافئة، يعني تكتيكي. شوف الفريق التونسي شراد من المباراة، أراد أن لا يخسر المباراة، لكن عندي اللاعبين اللي يقاومون مثل ما موجود بالفريق السعودي يجارون فريق الفايكنج دولة جماعة الدنمارك. بالتأكيد أكو لاعبين يعرفون يصرفون بالكرة، يوسف المساكيني، عصام الجبالي، دولة اثنين من أفضل اللاعبين اللي موجودين اللي سيروا المباراة، بحيث من تعطي الكرة يعرف شي يريد يسوي بالكرة، يحتضن بالكرة، ينتظر إلى تنبني الهجمة بعدد ويروحون. كانوا خطرين جدا وين الفريق التوانسي بالكرات المرتدة السريعة، لكن يبقى فريق الدنمارك فريق قوي. اليوم هم مرة ثانية والله أكثر المباريات شفتها إمتاعا هي هاي المباراة، لأنه حراسه كانوا أبطال المباراة بكل معنى الكلمة. الحارسان يعني النتيجة 0-0. هي النتيجة ما لا يمكن أن تكون 0-0 نتيجة هاي المباراة بقياس عدد الهجمات والمحاولات والتسديد على المرمى والتسديد يعني داخل العارضة يعني داخل الخشبات الثلاثة يعني كثرة المحاولات نعم. تسديد من قريب والتسديد من بعيد، الكرات الثابتة، الكرات الكورنر، كانوا أبطال بكل معنى الكلمة، لأنه هم اللي خلوا المباراة وين تروح بهذا الاتجاه، تروح 0-0 سواء ابن شمايكل اوكي او دحمان اللي حارس مرمى فريق التونسي. هل يعني هذول الحراس اللي انت يعني ابهرت بشجاعتهم يعني راح يسوون، هل يقدرون يعيدون هاي التجربه امام ميسي ودي ماريا والله انا اتمنى يعني هم جماعه ترى التانجو خسرانين يعني جايين عليهم مصيبه جايين على الست نقاط يقدرون يعني تشوف يعني الارجنتين تطلع والله شو اقول لك هاي المجموعه الارجنتين مو بهاي المجموعه ما راح تكون بهاي المجموعه مو بهاي المجموعه روح على المكسيك على المكسيك عذرا يعني لانه المباراه فالمكسيك وضعها لانه المكسيك اليوم اضاعوا نقطتين نعم. لا خليني اعوف الارجنتين ما انا يعني ارجع على المجموعه الدنمارك وتونس من سيلاعبان في المرحله المقبله في اي مجموعه
لمجموعتهم اللي هسه دي يلعبون فرنسا واستراليا يعني احنا عفنا حامل اللقب من الهزيمه الى التفوق. يعني ذول الحراس يعني يقدرون يسوون شيء مثل ما اليوم انت انبهرت بيهم؟ والله المفروض، لان احيانا احنا عندنا مقوله نقول اذا الفريق هذا الفريق 11 لاعب انا اشوفها مجموعه ضعيفه بالنسبه لحامل اللقب. اي بالنسبه لفرنسا؟ نعم. انا وياك انا اوافقك هذا الراي، يعني قد تكون مثلا سهله على فرنسا ربما تفوز في كل مباراه. نعم. لكن دونت في 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 أجندة التحليل لقطات ممكن أن نستفاد منها الحراس بكل تأكيد. هسه راح نمر مع الأخوة. نعم. اللي بالكنترول. نعم. ونمر على الحالات، عندنا كذا حالة بالشوط الأول وبالشوط الثاني لهذه المباراة اللي هي مباراة تونس والدنمارك. يعني شجاعة الحارسين ستصمد يعني والله راح أقول لك، يعني على كثرة الفرص اللي ضاعت هذه تسديدة من بعيدة، وكان الحارس الدحمان واحد من افضل الحراس. خلينا نشوف هذه فرصه انفراد، هذه تسلل؟ لا مو تسلل، يعني هذه وحده وذيك فرصه حقيقيه للتسجيل اللي هو كاسبر شمايكل. وهذا اللي اضاع، هذا عصام الجبال اللي اضاع. يعني هذه فرصه جدا سهله كان ممكن تسجل. طبعا احنا اختصرنا كثير من الحالات. نعم. لانه اكو حالات كثيره. نعم. كان ممكن يسجل من عتها. يمكن على العموم يعني ربما تقارب المستوى يعني بين المنتخبين الدنمارك وتونس يظهر يعني ان التعادل مستحق، ويعني استراليا يمكن اجت بالملحق الاسيوي. صحيح. ملحق اسيوي مع الامارات، وبعدين راحوا على بيرو. راحوا على البيرو وجوا بطريق شائك ومعقد، واليوم تقدموا على فرنسا. يمكن حامل اللقب يعني محظوظ جدا في هذه المجموعة. بكل تأكيد راح أقول لك. نعم. لكن إذا تكلمنا على هذه المباراة. أي. أنا أقول اللي سير المباراة مدرب الفريق التونسي، من حس أنه أنا أريد النقطة. والدقائق الأخيرة، ربع ساعة الأخيرة، كان الفريق الدنماركي هو اللي مسيطر على المباراة. تشعرني أنه ذولا فينهم يعولون على استراليا. على استراليا يعني ذا يبحث على نقطة يعول على استراليا يعني يلتهم الكنغر هو ما يفكر بالديش. زين هسه لو خلينا نقول نرجع نقول تونس راح تقابل استراليا. هسه وديش هالقدوت اليوم الكنغر هسه ديش فاز. إذا رحنا لمباراة. نعم. المباراة القادمة خلينا نستقرأها. لو رحنا راح يقابلون تونس يقابلون استراليا. نعم. شي يلعبون؟ يلعبون للدفاع ولا يلعبون للفوز؟ اثنينهم ما في غير حل. ماكو غير حل، لازم اريد اروح للدور الثاني. اوكي. الدنمارك نفس الشيء، يقول لك لا، يعني الدنمارك اجوا ودخلوا بهاي البطوله ويقولون احنا ناخذ كاس العالم، والكل تقول هذا الشكل. السنغال قالوا ناخذ كاس العالم. خلف بس قدموا قدموا استاذ خلف، يعني الـ 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 يعني احس تقارب المستوى، يعني المذابح راح يصير على البطاقه الثانيه. هو بكل تاكيد يعني ترى احنا ما نريد نجح في استراليا. لا لا لا، اي ما نجح، لانه يعني لم يعني رغم لانه تقارب المستوى ظهرت المباراه بهذا الكثافه الهجوميه. اروح عليك وتجيني وتجي علي وما تسجل وتي انا ما نسجل، يعني ربما الامر سيختلف. يعني هسه يمكن انت بالشوط الثاني سجلت في اي اكو حالات. نعم. حالات اخرى. نعم. ايضا يمكن هم الحراس لعبوا الدور بانقاذ الاشقاء. خلينا نشوف هاي الحالات. هذه وحده الشوط الثاني. هذا الشوط الثاني ابن السيمان يرفع كره، شوف هذه يعني تبقى هذه كره خطره، لكن بس كابتن يعني انا من خلال يعني حقيقه لم اشاهد المباراه هذه كره كاملة. هذه كره اخرى لفريق الدنمارك. هنا الحارس هذا، شوف هنا هذا هدف. أي. ملغي. أي. ابداع التسلل، هذه انقاذ رائع جدا. شوف هنا الحارس، يعني هاي كرة هدف. هذا ابن سيمان، راح نرجع على الحالة الأولى. هذا ابن سيمان يرفع كرة، يعني هذه مو هي الفرصة الحقيقية. ما في يعني ما في صناعة لعب، يعني لا لا كرة ثابتة وتجي لا، بس خلينا نشوف صناعة اللعب ترجع وشوف عد الفريق الدنماركي بالدقائق الأخيرة. يعني مثلا هذا الهدف تحس به هدف ملعوب، لكن هذا كان متسلل. اي فكملوا الهجمة، سجلوا هدف، لكن مراقب الخط رجل المساعد. لكن هنا الإنقاذ الحقيقي الكابتن للفريق إريكسن، يعني هذه الكرة ممكن كان يسجل منها هدف. فعموما
تونس والدنمارك واستراليا عنوان يعني واضح التعادل، يمكن راح يصير بها تعادلات هواية. إذا تعادلات شلون بظن؟ إي ماكو يعني تفد محددات على على فارق الأهداف، فارق الأهداف. ثم اللقاء اللي أنا أتذكر في مونديال 82 مو إيطاليا، إيطاليا يعني راحت بفارق الأهداف، هي لا هي فقدت البطولة. المشكلة هي لا هي ثلاث مباريات، ثلاث مباريات، المباريات كلها انتهت بالتعادل، كلها بالتعادل. شلون صعدوا؟ صعدوا يمكن يمكن بمكان الكاميرون، اي مكان مسجلين اثنين وعليهم اثنين على حساب الكاميرون، اي والكاميرون ملا مسجلين، روجي ملا مسجلين واحد وعليهم واحد. راحوا للدور الثاني، اجوا تعادلات ويا الكاميرون، راحوا للدور الثاني طلعوا من؟ طلعوا البرازيل الافضل بالعالم. لا وقبلها راحوا للنهائي، طلعوا المانيا بالنهائي، صح فازوا على المانيا وطلعوا البرازيل وطلعوا ايضا منتخب ما يحضرنا ايضا منتخب من المنتخبات اللي يعتد بها، وباولو روسي يعني السجين اللي اجى وصار هداف كاس العالم، اي وخوسكلاتشي البنشرتشي وايضا هداف نعم سكلاتشي ايضا هداف مونديال كاس العالم تاريخ. يعني انا هسه اذا تحضرني النتيجه يعني نتيجه فرنسا واستراليا يمكن نقدر نبني فد تصور يعني على المجموعه، اي ممكن يعني احنا عفناهم 2-1، اما يعني بولندا عفوا تونس والدنمارك يمكن فرصتهم افضل، افضل من الفريق البولندي، لا عفوا على استراليا انا قارن، احنا نتكلم على استراليا، استراليا وفرنسا، فرنسا راح تاخذ البطاقه، اي راح تبقى تونس. زين اقول لك دول قبل ما اقول لك بالنتيجه، دول الحارسين على وصفك واللي انت استدعيت اليوم صديقك مدرب حراس المرمى المنتخب الوطني السابق دكتور، تحياتنا له دكتور عبد الكريم ناعم، على مود هذول والله. زين دول يعني ياكلون اربعات منين؟ من فرنسا؟ مو بالضروره، استراليا هسه اربع الفرنسا 4-1، يعني هذا الجول صار وبال، الله يستر. اها انا ليش قلت لك يعني يمكن فرصتهم افضل، احافظ قدر المستطاع، خاف بعدين بالتعادلات اروح يجون فارق الاهداف، لفارق الاهداف، فارق الاهداف. نعم عموما استراليا ربما راح تكون خارج الحسم بهذه النتيجه، وربما انت اليوم 4-1 بالشوط الاول مو؟ نعم انت باكر من الا ان تنتهي المباراه ايش قد راح تكون الرقم؟ نعم وهذه مصيبه، يعني في ضوء هذه التعادلات يصعب، يعني في ضوء هذا التعادل يصعب تخمين التقارب المستوى، يصعب يعني ان نكون نرسم صوره للمتاهل الثاني. أي. على العموم عوده ولو سريعه هيك، لان اكو فت قضيه بالي بالنسبه للمنتخب السعودي، هل ممكن هذا المدرب اللي انت وصفته بصانع جيل جديد قادر، هل يمكن ان يقرا مباراه المكسيك او المنافس الاخر؟ انا بتصوري هو يقرا الخصوم، هذا جانب انا اكدت عليه لانه انت هواي سولفت بي، وعنده القدره على شوف احيانا ابو علي اريد اسولف وياك ان شاء الله. نعم. مع الاخوه المشاهدين. نعم مرات تجيب مدرب اجنبي. نعم. لا يجيد اللغة العربية ويدرب. نعم. فريق عربي، خلينا نقول هو يجيد اللغة الفرنسية، من يريد يحفز اللاعب يترجم الكلام الفرنسي إلى اللغة العربية، المترجم يترجم الكلام بس ما ينقل الإحساس، الإحساس غير الكلام المترجم بالتأكيد. الآن هذا الرجل أحيانا توصل به الحالة في غرفة الملابس، إذا فريقه ما يؤدي تحس به ديكتاتور، بحيث ينفعل وينتشي لهذا الفريق، إذا قدمه بالشوط الأول لا ينتشله بالشوط الثاني، كأنه يصنع حالة فردية مختلفة. مدرب المنتخب، أنا أقول إحنا محتاجين طبعا مدرب. جدا محتاجين. نعم. طبعا اليوم أكو كلام، خلي ولو أقاطعك، لا عفوا، يعني عبد الله المالكي واحد من اللاعبين، نعم صانع اللعب، قال اليوم أنا ورا محاضرته التحفيزيه كنت ابكي، كنت انا بدموع ابكي، كنت اتمنى المباراه مو وقتها الساعه بالوحده، اتمناها بال11 الصبح العب، بس اريد العب. يعني انت وين وصلت؟ خير ما اختاره الله بالوحده وفازوا، يلا كسر اللي رتابه التحليل. يعني كاميرا برنامج ايام المونديال رصدت لنا
لقطات يعني حصرية خاصة بالبرنامج وخاصة بفضائية الأيام من الدوحة، إذا ممكن نتابعها معا. أجدد ترحابي بكم متابعي برنامج أيام المونديال، ويعني بناء على ما رأى محلل البرنامج الأستاذ خلف كريم، يعني حالات اليوم قام بها حراس المرمى حسبت عددا من المباريات. ارتئينا أن يكون معنا في الاستوديو عبر سكايب مدرب حراس مرمى منتخب العراق السابق، المحلل الكروي والحارس المعروف الدكتور عبد الكريم ناعم، إذا كان جاهز ويانا يعني للحديث عن ما قام به أو ما فعله مدربي حارسي مرمى الدنمارك والمكسيك بالإضافة إلى حارس المنتخب التونسي. حراس المرمى اليوم لم يكتفوا فقط بس يعني بالإبعاد والصد، حالات كانت لكن للتوثيق ما يعني ما عجالة وزحمة المباريات ما خلت نوثق، قاموا بكثير من حالات الليبرو، انقاذ كان رائع للعويس من نص الملعب يعني كان واقف صح والمسافة قريبة وطلع وانقذ يعني حم لازم نشير له حتى في صناعة اللعب. نعم زين، نروح على هذا العملاق حارس مرمى المكسيك اللي انقذ ضربة جزاء. اي نعم. اليوم كاد الفريق المكسيكي يعني يخسر لولا هذا المخضرم. نعم الحارس شباب. نعم هذا كم بطولة عنده بناء الرابع؟ ثلاث بطولات وعرابة. ثلاث مونديالات. يعني تصور هذه. نعم اليوم أصلا ضربة الجزاء اللي سدتها ليفاندوفسكي كان ممكن الفريق المكسيكي خارج اللعبة، يعني يخسر أنا أقول النقطة، هاي النقطة اللي في عوزته كان ممكن يخسرها، ومباراة القادمة أمام الأرجنتين والأرجنتين جاي من خسارة، هنا صعوبة المهمة. لكن الحارس الحافز لبقية اللاعبين، روحوا أنا راح أشيل ضربة الجزاء بس روحوا أنتوا سجلوا حتى نطلع فايزي. أي عموما يعني المكسيك تستعيد ذاتها، يعني أنا شوف بأكثر يعني من أقرأ التاريخ دائما تبدأ يعني بنتائج ليست يعني مبهرة، وبالنتيجة بالأدوار اللاحقة يعني ممكن أن تعيد توازنها وممكن أن تمضي لأبعد مما مر في مباراة اليوم. بالمناسبة خلف يعني أنا دائما يعني اليوم مو يعني انبهرت بما فعله السعوديون، حتى يعني السلوك تغير بالشوط الثاني. شفتهم بالشوط الأول يعني كثير الاعتراض، يتزاحمون، لعب خشونة إذا تتذكر، أكثر انذارات يمكن أخذوا 6 انذارات 6 بطاقات. بالشوط الثاني يعني يبدو أن رينارد أثر يعني غير مجمل الأداء حتى في سلوك اللاعبين، وهذه قضية مهمة جدا، قضية مهمة. وفي كل ما يعلو الأداء الفني كل ما يجب أن يكون الانضباط بدرجة عالية، لأنه أنت تأخذ انذار أنت يعني سبب لي مشكلة بالدور اللاحق، ولو القوانين يمكن أيضا شطب أكل في دور ربع النهائي، في الدور ربع النهائي يعني في دور الثمانية صحيح. الحديث مبكر يعني ممكن أنه هذه البطاقات قد تؤثر على المنتخب السعودي في المباريات. أنا برأيي الفريق السعودي شوف ورا ما سجلوا الهدفين كان أكو اطمئنان عند الكادر التدريبي وعند اللاعبين وعند الجمهور اللي حاضر المباراة. أنا أقول الشوم كان أو الحيرة كانت على دكة الاحتياط مدرب الفريق سكولاني مدرب فريق الأرجنتين، زائدا حتى الجماهير الأرجنتينية اللي قاعدة كانت ما مصدقة الحدث إنه إحنا نخسر مع الفريق السعودي. الآن دخل الهدفين وتقدموا، راح أرجع وياك على اللي أنت تفضلت به. نعم المباراة كيف نسيرها؟ هل نلعب كرة قدم أو ما نلعب كرة قدم؟ نعم السؤال الأهم. لا راح تروح؟ نعم إذا ممكن حاضر الدكتور عبد الكريم ناعم. اهلا بك يا دكتور كريم ناعم في برنامج ايام المونديال. صوت كل مشاهديك الكرام والى ضيفك الكريم استاذ خلف، وتقديري واعتزازي ممنون منكم للاستضافه.
لا بالعكس، انت اضافه انه للبرنامج ولكل الحراس. اليوم مباراه حراس هكذا يعني خلف كريم يعني اراد الحديث يعني طلبك بالاسم لانه اكو دور لحراس المرمى في الصد في الدفاع وحتى في الاداء. بكل تاكيد يعني احنا كره القدم لقد تغير مفهوم المنافسه في بطوله كاس العالم بشكل كبير، حيث لم تعد منافسه على مستوى التكتيك والمهاره فقط، بل اصبحت حضارات صراحه حضارات وانتصار للثقافه والموروث الوطني تظهر من خلال سلوكيات الشعوب وكيفيه فهمها للعبه وعمق انتمائها للتاريخ ومدى عراقه هذه الامم. والامثله كثيره في عدد لا زال محدود من المباريات. ما شاهدناه اليوم في المباريات اذا كانت المنتخب السعودي او للمنتخب التونسي، انا اعتقد كان هناك دور للحراس اضافه لمباراه الاخرى اللي هي مباراه منتخب المكسيك مع منتخب الدنمارك. انا اعتقد الحضور الفني والذهني كان عالي جدا والتهيئه النفسيه كانت مستوى عالي على اعتبار انه هناك جوانب اضافه للجانب الخبراتي والفني اللي يحصل عليه الحارس في التدريب، هناك جانب معرفي عالي كبير. وانا اعتقد خبره الحراس في هكذا محفل دولي كبير انا اعتقد ظهر معدنهم الحقيقي، وما قدم الحارس السعودي محمد العويس كان بصراحه يعني جدير بالثناء والاهتمام لانه كان حضوره ذهني جدا عالي عبر عنه من خلال التصديات اللي قام بها والثبات الانفعالي خلال المباراه. اضافه لذلك ما قدم ايضا الحارس التونسي ايمن دهمان، طبعا حارس متالق قدم اداء متميز خلال المباراه. الفريق كمجموعه كان منظومه دفاعيه رائعه ساعدت الحارس في تقديم مستوى عالي جدا. دكتور عفوا يعني انا ما اريد، انت ما تحب المقارنات حتى من كنت تنتدب حراس المنتخب يعني تبقى في حيره وتقدم اخر الناس تقدم اللائحه مالتك، ولكن هيك في اليوم يعني اريد منك يعني من الحارس اللي لفت نظرك حتى ولو ليس في مباريات اليوم، يعني اكو حارس يعني انطبع في ذاكره الدكتور ناعم؟ والله يعني اكثر من حارس، يعني خبره الحارس المكسيكي اليوم يعني كان تدخلاته والتصدي لضربه الجزاء ساهم في دعم فريقه وحفاظه على شباك نظيفه. اذا اضاف لذلك انا شاهدت اليوم الحارس التونسي ايمن دهمان كان يعني حضوره الفني عالي جدا، مجموعه من التصديات الصعبه انا اعتقد ساهم في مساهمه كبيره في البقاء على شباك نظيفه. ايضا دكتور يعني اريد اعود الى يعني مباراه ايران مع انجلترا، هل خروج الحارس الاساسي اثر الى حدود انه تتلقى ايران اوسع خساره في تاريخ مشاركاتها الست؟ انا لو ننظر لها بالمنظور العام ككل انه الفريق، انا اعتقد الفريق الايراني ليس هذا الفريق الايراني اللي نعرفه. وانت عند هذا الحارس انت هذا الحارس الاساسي يمكن لاعب ضده وتعرفه. نعم يعني الحارس الاساسي محمد رضا يعني حارس كبير، حارس يمتلك الثقه، يمنح ثقته للمدافعين، وبالتالي انا اعتقد خروجه المبكر ساهم الى زعزعه الخط الدفاعي وفقدان الثقه، لانه كان دائما عندما يحدث هناك خطا كان هناك هو دائما في المرصاد يلعب يعني داعم لخط الدفاع وبالتالي قادر على التدخلات، اضافه لخبرته المعرفيه في مشاركة سابقة في كأس العالم، في بطولة آسيا، في البطولات القارية. أنا أعتقد يعني كانت موقفة زخم عالي جدا. أنا أعتقد الخط الدفاع انهزم بتبديل الحارس البديل، لأن احنا في المباريات التصفيات كلها لعب نفس الحارس، لم يزج بالحارس البديل في أي مباراة من التصفيات. وأنا أعتقد يعني ولو هو ما يتحمل يعني الاهداف اللي دخلت مرماه، ولكن اعتقد كان هناك خلل بالجانب الدفاعي كمنظومه الدفاع بالتناغم مع عمل حارس المرمى. يعني لو كان مثلا السيد كيروش كان جرب هذا الحارس يمكن كان منح ثقه اكبر او شيء من هالقبيله، بالرغم اني يعني لم اتابع المباريات التجريبيه للمنتخب الايراني، ولكن بنيت على ما تفضلت به دكتور انه لم يشرك هذا الحارس الا في يعني صعب ان تلعب بداية المونديال وأمام منتخب بحجم إنجلترا في هكذا محفل يجب أن تعتمد يعني
يعني الخبرات التراكمية من خلال تعدد المباريات. لو تابعنا مثل حارس المرمى المكسيكي لعب 14 مباراة في التصفيات، إضافة لي 4 مباراة في بطولة القارات و4 بالكونكاف يعني مجموعة من المباريات كلها ثابت. إضافة لي أيضا حارس مثلا البولندا اللي شفناه اليوم، هو يلعب في روما ولعب في يوفنتوس ولعب في الأرسنال، اعتمدوا الخبرة الهائلة الحراس أعمارهم فوق 30، يمتلكون خزين معرفي عالي، جانب فني مهم، عنصر داعم لخط الدفاع. هكذا بطولات وهكذا محافل، وخصوصا يعني بقمة الهرم الكروي من الصعب زج في حراس يلعبون لأول مرة إذا لم تختبرهم سابقا في منافسات، أقلها في التصفيات أو في المنافسات اللي سبقت البطولة. هكذا يجد نفس الحارس وإن كان حارسا جيدا، يجب أن لا نضع يعني مجال للصدفة، أنه هناك صدفة أنا حارس ممكن يتوفق في المباراة، ولكن أنا أعتقد تسلسل المباراة، تسلسل رتم الأداء للحارس، أنا أعتقد من خلال تكرار المباريات يكتسب خبرة المنافسة الدولية، يكون هناك ثبات انفعالي وتصور ذهني للأحداث اللي ممكن تحدث في المباراة. نعم دكتور كريم، يعني قبل ما أختم وياك في سؤال أخير، أحب يعني أنت أثنيت على الحارس المكسيكي، وأيضا خلف حسن كريم أثنى على هذا الحارس بالتحديد، ولديه ملاحظة يريد أن يتداخل معك في عجالة. دكتور تحياتنا. نعم. دكتور نورتنا. تحياتي سعد خلف، تحياتي أخي العزيز. دكتور راح أروح على الجانب الأسوأ، تكلمنا على الجانب الإيجابي لكل الحراس. إذا رجعنا إلى مباراة السنغال وهولندا، إدوارد مندي واحد من أفضل الحراس بالدوري الإنجليزي ويلعب للتشيلسي، لكن الفترة الأخيرة تعرف إحنا معظم اللاعبين الدوليين إجوا من الدوريات الأوروبية، مع تغيير مدرب تشيلسي، إدوارد مندي كان لاعب احتياط، يعني غاب عن اللعب الحقيقي. يمكن الهدفين يعني أنا بتصوري ربما هو كان سبب بتسجيل هدف هولندا. أنت توافقني الرأي بهذا الطرح ولا لا؟ أوافقك الرأي بدقة، لأنه يعني هو دائما ما يكون حاضر في المباريات النهائية، يعني يكون دائما يحدث مشاكل، وهذا يعني حدث سابقا في بطولة أوروبا السابقة، يعني عندما لعب أمام الريال كان هو سبب خسارة الفريق. دائما في المباريات اللي المصيرية دائما ما يكون حاضر فنيا، وهذا ما أدى إلى إبعاده عن القائمة الأساسية لفريق تشيلسي. هو حارس جيد، ولكن أنا أعتقد يتحمل الهدفية اللي دخلت مرمى. هكذا حارس في هكذا فريق كبير حاصل على بطولة أفريقيا بالفترة الأخيرة السابقة، أنا أعتقد يجب أن يكون حضوره يكون أكثر مؤثر لدعم زملاء اللاعبين خصوصا في خط الدفاع، ولكن أنا أعتقد لم يكن موفقا في المباراة. دكتور أنا أشكرك جدا، وراح أحتاجك راح أحتاجك في حلقات مقبلة تتعلق بحراس المرمى. ممتن أن تكون يعني شبك. محلل دائم ويانا، أنت إضافة يعني البرنامج ولنا والمشاهد والمتابع. ربي يحفظكم. شكرا جزيلا أخي سادة حسين، تحياتي لك ولضيفك الكريم. أشكرك الله بك، تسلم. أحبتي المتابعين، بعد أن أغنى دكتور كريم نعم ما جرى أو ما قام به حراس المرمى اليوم، نذهب فاصل قصير نواصل التحليل بعده إن شاء الله. أجدد الترحيب، خلونا نقرا بعض الاخبار اللي يحضر يعني دائما يهيئ لياها الزميلان المعدان مازن السريع وعلاوي احمد. الحقيقه هناك ثلاثه اخبار يعني لفتت نظري في خياراتها. 45 دقيقه شوط كامل هو مجموع الدقائق الاضافيه التي اضافها الحكام في اول ثلاث مباريات، رقم يعني مبالغ به برغم ان الايطالي جوانليجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي فيفا قال أن هذا الوضع يعني جرى منذ المونديال السابق في روسيا. خلف ممكن تعليق على هذا الكم من أنا أقول اليوم خاصة مباراة السعودية والأرجنتين الحكم أعطى 8 دقائق، وثمان دقائق هو وقت بدل ضايع كبير جدا، استمرت هاي 8 دقائق بقيتها بعد، يعني وصلنا للدقيقة 15 والحكم ما يريدني المباراة. يعني شنو اللي في بال الحكم، شنو اللي يريده؟ أنت من تتكلم هاي 15 دقيقة فقط بالشوط الثاني، بالشوط الأول حوالي 6 دقائق،
إذن هذا رقم، هل فعلا الوقت الضايع بالمباراة وصل إلى هذه الأرقام أم لا؟ أوكي، إذا بهذه الحالة أنا أقول خلينا نغير وقت الشوط، يعني بدل ما 45 دقيقة خلينا نسوي أكثر. لا، هو أنا أعتقد أنه كان يعني كانت هناك يعني حاجة إلى هذا الوقت، لأنه اللاعبين السعوديين يعني بعد الفوز على الأرجنتين حتى أثناء الوقت الضائع أضاعوا. عموما خليني أنتقل إلى خبر آخر، يعني أيضا رأيته، يعني تميز المونديال هذا بجملة من الجديدة من يعني التغييرات بالتحكيم إلى ما إلى ذلك، ولكن لاعبون يعني يمكن في موسمهم الأخير، يعني لاعب مثل خريف العمر، أي يعني العمر أحكامه، يعني مولر ما أعتقد راح نشوفه مثلا، مودريتش، ليونيل ميسي، صحيح، رونالدو، لاعبون آخرون، يعني ديماريا، من الصعب ديماريا، أنخل ديماريا، أنت اليوم اليوم أشرت قلت ديماريا أثر بالعمر من هسه، يعني الكثير من اللاعبين، بيبي، صحيح، سواريز ممكن ما يكون، كابياني الأوروغواياني، طبعاً سواريز، هاي كريستيانو رونالدو ربما يكون، فعموماً هذول نجوم يعني تركوا ايضا ما معقوله يعني نيمار يكون ما موجود، لا نيمار يعني الى حد ما يمكن مازن باقي لا هو ما يعني مازن السريع مشلب لي، يعني اعتقد شوي شنو مريده وما المعد، يعني ما اعرف، ما انا شفته يعني حتى اعترضت عليه اثناء الاعداد، يعني يمكن بي بعد مونديال، لا بي مونديالي ربما يحط من الارقام القياسيه كلها، اي يعني هذا يعني مرات اكو لاعبين يعني حرامات يعني حرام ما اشوفهم بالملعب، أي. هذا يعني زيدان واعتزل، اي انت تحب زيدان تفوت عليه، يعني افضل لاعب بالعالم سئلت مره قالوا لي ليش، قلت ما افضل لاعب بالعالم، قال لي مارادونا، قلت له مارادونا من كوكب اخر، لا ذاك هو عالم يختلف، يعني سواريز ايضا بكل تاكيد، يعني انت اليوم مثلا كروز ممكن انت ما تشوفه، اي سواريز هذا يمكن هذا يسوي عض بالناس، هذا اي هذا مره عض اذن واحد، اي كان مره طلع بشوف، خلينا ويا سواريز، اي انا كنت احلل مباراتهم مع غانا، اي بالدقائق الاخيره هو طلع ضربه الجزاء من ايده، مقدم البرنامج مثل حضرتك قال سوى هذا، قلت له والله هذا راح يصير بطل قومي، قال لي شلون، قلت له لانه ضربه الجزاء راح تصد ويفوزون ويروحون الضربات الجزاءات اللي ضيع بها جيان وفازوا بها وانتقلوا لنصف، زين ايش مدري شايف اللعبه، لا والله اتوقع احساس يصير مرات احساس، ايضا يعني في خبر ثالث انا يعني هذا ليفاندوفسكي هذا هو هذا على كبر لاعب ما لعب هو كذا، لا هو لا بس هو اليوم اهدى ركله جزاء وما فاده، وجايبه يا خطيه زيلينسكي ما ساعد زيلينسكي، هو محطمه صانع العاب، هو زيلينسكي محطم الدنيا لا هو اسمه صانع العاب زيلينسكي منتخب بولندا، ايضا يعني لو انتقل الى خبر ثالث، يعني مجموعه من الشباب اللبنانيين وعرب آخرون يعني رفضوا أو امتنعوا عن الحديث لفضائية، وعندما يعني وصارت أكو لقطات وكذا، عندما يعني بحثنا عن التفصيل أنهم رفضوا الحديث يعني فقط لأنه الفضائية للإعلام الإسرائيلي، من حقهم، من حقهم، أنت من حقك أن تمتنع لأي وسيلة إعلامية، كيف إذا كانت وسيلة الإعلام الإسرائيلي؟ لا هسه إحنا ليش نتحسس من هاي الأخبار؟ ما يعني أنا أتمنى أشوف الفيديو، يعني ما نتحسس من هاي الأخبار لسبب بسيط خلاص، يعني بعيدا عن الحساسية تجاه يعني Excuse me, sir. Can I interview a few words before the game? مرحبا. أهلا. شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت من لبنان؟ إيه. أنا من إسرائيل يا أخي. أنت من إسرائيل؟ أنت وصلت لهون؟ أنت شو جايب؟ أنت إجت لهون؟ شوف هالسؤال. أنا فلسطيني. ما في إسرائيل؟ في إسرائيل يا سيدي. في إسرائيل. وين أنت؟ وين؟ أنا من إسرائيل. فلسطين. فلسطين. مش إسرائيل. أنت بتقول فلسطين، أنا بقول إسرائيل. لا لا. فلسطين. إسرائيل ما مش موجود. يعطيك العافية. هاي تدق معي يا خيا.
חבר ממצרים, מאיג'פט, we are together. באים לראות כדורגל, מבסוטים. Viva Palestine. هسه انا اللي ابتعد عن هاي الحساسية يعني فقط يعني بإيجاز بسيط حرية شخصية لا تنظر لها هذه الحساسية صحيح. حرية شخصية انا ما اريد اتحدى انا كثير من الفضائيات المحلية الوطنية العراقية يعني قد اختلف معها في رؤية في خبر في موقف هي عراقية عراقيون يعني وطنيون اكثر مني ولكن انا اختلف معها في طريقة إيصاله للفكرة إيصال معلومة ما يعني حرية شخصية ما أريد يعني هاي الحساسية هذا شوف أنا دائما ويعني أقول أن القرار اللي يجي من فوق هو قرار سياري عضي يتدخل يعني قد يؤثر هذا الفيديو يؤثر في الشارع يعمل لك رأي عام حقيقي يشعر به أي عربي يشعر به أي مسلم ولكن بالنتيجة قد يؤثر سلبا لدى صاحب القرار أنت بس خليني أعرج على موضوع مهم نعم صاحب القرار يوجهك يقول لك سوي فلان شيء روح سوي قابل ويا الإسرائيلي سوي المقابلة هذا صاحب الرأي لما تكون الأمور عفوية بين شعب المراسل الإسرائيلي يريد يسوي لقاء والكل ترفض هذا اللقاء الآن أنت كإسرائيلي سواء قناتك أو صاحب قرارك أنت الإسرائيلي وأنت اللي المراسل روح راجع نفسك ذول الناس ليش العفويين يعني اللبنانيين ترى سلوك عفوي. عفوي يعني ما مهيئ انت روح راجع نفسك قول ليش شفت الشباب القطريين بالبداية لا هو اخير واحد احلى شيء ايه هالمصري هذا اللي جاي وياه يقول له انت جاي وياه يقول له فيفا فلسطين تحيا فلسطين ما قال لك عموما يعني خليني اعتذر من حكم البرنامج حكمنا الدولي الكابتن لؤي صبحي يعني لم يعد في القوس منزع بالنسبة لقضية الوقت فأعتذر منك عاليا وأرجو أن ما يعني يسبب بالضبط. لك أي زعل لأنه يعني أنت حكمنا وإحنا في فضائية الأيام محتاجين رأيك ولكن يعني الوقت زاحمنا دعوني أنتقل إلى إحصائية لفرق المجموعة الرابعة يقدمها الإحصائي الكروي الزميل عبد الأمير ناجي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي برنامج ايام المونديال والمجموعه الرابعه كاس العالم في قطر فرنسا استراليا الدنمارك تونس المجموعه الرابعه فرنسا تمثل اوروبا استراليا اسيا والدنمارك اوروبا ايضا وتونس تمثل افريقيا المجموعه الرابعه اعتقد فيها منافسه قويه يعني متوازنه نوعا ما الفريق الفرنسي نبدأ به الفريق المرشح الساخن الفريق اللي يدي ألقاب الفريق الفرنسي 14 مشاركة في كأس العالم يعني لعب لقب 98 أحرزه والوصيف في 2006 فبالتالي يلعب 59 مباراة في كأس العالم 28 فوز 12 تعادل 19 خسارة له 106 عليه 71 إذن هناك أفضلية عنده ونسبة فوز أكثر من الخسارة وتسجيل أهداف أكثر من عليه فبالتالي هذه مقدمات الدليل على أن الفريق من الفرق المنافسة دائما قريبة من المربع الأول واللي تدخل بقوة دائما في بطولات كأس العالم الفريق الفرنسي عنده أمم أوروبا مشارك فيها 9 مرات أحرز اللقب مرتين زائد مرة واحدة الوصيف إذا ذكر الفريق الفرنسي يذكر زيدان وبلاتيني في المقدمة والقائمة طويلة من الأسماء الكبيرة والنجوم اللامعة المدرب حاليا الفريق الفرنسي مدرب ديشامب وهو لاعب فرنسي وكابتن منتخب فرنسا السابق اللي حمل كأس العالم أبرز لاعبين يعني هم اللي حاليا موجودين في الدوريات الكبيرة توتنهام بايرن برشلونة مانشستر وليفركوزن يعني بافارد يذكر كوندي فاران ديمبلي كرينزمان بنزيما حاليا اللاعب السوبر رقم واحد في ريال مدريد موسى ديابي وبالتالي أسماء كبيرة يملك الفريق الفرنسي إذن الفريق الفرنسي الفريق المرشح الأول والساخن في هذه المجموعة إذا انتقلنا للفريق الثاني
فريق الأسترالي في هذه المجموعة اللي راح يواجه فرنسا في مباراة الأولى، فريق الأسترالي ممثلاً لآسيا دائماً مشاركاتنا ونعرف قريبين عندنا في الاحتكاك في المشاركات في اللقاءات السابقة. الفريق الأسترالي أيضاً فريق عنده مشاركات أربعة في كأس العالم ابتداء من 1974 2006 2010 2014، البطولة السابقة لم يحصل له الشرف، حالياً المشاركة رقم 5 يعتبر. كأس أمم آسيا أيضاً أحرز اللقب مرة واحدة، عنده في كأس العالم في مشاركاته السابقة الأربعة عنده 13 مباراة في كأس العالم، لكن عنده 2 فوز مقابل 8 خسارة 3 تعادل، له 11 هدف عليه 26، وهذه الأرقام بحد ذاتها دليل واضح أن الفريق الأسترالي من الصنف الثاني أو الثالث، أو دائماً فريق ما يطمح للوصول حتى ولو إلى المربع الثاني ودور 16 أقصى ما يعني. الفريق الأسترالي أيضاً قدم نجوم وأسماء كبيرة للدوريات والأندية العالمية الكبيرة، يعني الكل يتذكر تيم كاهل وما قدمه في الدوري الإنجليزي، لاعب إيفرتون الإنجليزي ولاعب أندية كثيرة، حالياً يدرب الفريق غراهام أرنولد وهو أسترالي أيضاً، دربه مدربين كبار لكن حالياً المدرب أسترالي. الأسماء أيضاً متعددة وحالياً يلعبون أغلبهم كانوا في دوريات أوروبا وانتقال، فأغلبهم يلعبون في مثلاً في سلتيك عندهم ليزبروم والبرن سيتي وساوث جيت وساوث هيد، فهناك ميليغان عندك ماثيو ليكي وتوم روجيك عزيز بهش وأسماء متعددة متغيرة، يعني تماماً خلال الأيام السابقة والسنوات الأخيرة هناك تغيرات كثيرة في الفريق الإنجليزي، كان أغلب لاعبين معروفين في الدوريات، حالياً مجموعة شابة جديدة المدرب يحاول خوض غمار تصفيات فيها. إذا انتقلنا للفريق الثالث في المجموعة الدنمارك، بعد فرنسا ما تكلمنا عن فرنسا وأستراليا، الدنمارك الفريق الثالث في هذه المجموعة. الدنمارك ايضا اسم كبير في عالم كره القدم باسمائه وبانجازاته اللي احرز بها بطوله امم اوروبا في عام 1992 والكل يتذكرها، في كاس القارات ايضا عام 1995 كانت عنده مشاركه كبيره، المشاركات عنده سابقه في كاس العالم اربعه، هذه السنه المشاركه الخامسه تعتبر 1986 1998 2002 2010 وهذه المشاركة الخامسة قلنا، لعبت في كأس العالم 16 مباراة فقط في كأس العالم، عنده 8 فوز 6 خسارة 2 تعادل، أيضا يعني هناك توازن ما بين الفوز والخسارة أو أفضلية نسبية عنده في الفوز، وبالتالي الدنمارك دائما رقم كبير بأسماء لاعبين يلعبون بالدوريات الكبيرة، في كأس العالم عندها 27 هدف عليها 24 أيضا متقاربة، وهناك أفضلية أيضا في التسجيل. إذا 8 مرات شاركت في أمم أوروبا أيضا هذا رقم جيد عندها يعطيها خبرة وجودة لاعبين. المدرب الدنماركي حاليا كاسبر هو هذا المدرب اللي استطاع أن يؤلف مجموعة جديدة، عندما يذكر اسم الدنمارك تذكر أسماء كبيرة اللي يتذكرها لادروب شمايكل الحارس الكبير وأريكسون حاليا اللاعب اللي يلعب مانشستر يونايتد، اللاعب يعني كاسبر شمايكل هو اللي يمثل الحراسة، عندك كريستينسن حالياً يلعب في برشلونة أبرز لاعبيهم، وجارد في ليستر سيتي، وسيمون كاير في ميلان، أريكسون مانشستر، ديلاني أشبيلي العفو، جاكوب هوفنهايم الألماني. ذاكمنا الحديث عن المجموعة، الفريق الرابع في المجموعة هو الفريق العربي فريق تونس. أعتقد تونس يعني فريق كبير وفريق عنده تاريخ منذ بطولة كأس العالم 78 و 98 و 2002 و 2006، يعني إذن هذه المشاركة السادسة أو الخامسة، 18 العفو 2 أيضا شارك، يعني هذه المشاركة رقم 6 للفريق العربي التونسي من أصل 16، يعني هذا أعتقد رقم جيد أنه تتأهل لكأس العالم 6 مرات من أصل 16، يعني أن هناك تميز وهناك قدرة على الوصول لو كان هناك تحضيرات مبكرة وسليمة. الفريق التونسي أيضا قدم كرة قدم جميلة والكل يتذكر أسماء، أنتم تاريخ حافل. أمم أفريقيا أيضا عنده ألقاب 20 مرة شارك فيها وعنده ألقاب أيضا، المدرب حاليا جلال قادري من تونس. الفريق التونسي ايضا راح يدخل البطوله وكل امل ممثلا للعرب ممثلا لافريقيا، وكنا قلوبنا معاهم كعرب، بالتالي يعني عنده لاعبين امثال علي الجمل بالحراسه وعمر الرفيق روتردام، وعنده الجبالي بليون، وعنده يوسف المساكني
في العربي وأدى وهب الخزري في مومبلي وعصام الجبالي في أودينيزا والمجبري في برمنغهام سيتي وعلي معلول في الأهلي المصري ومنتصر الطالبي لوريان الفرنسي. إحنا في ختام المجموعة الرابعة أتمنى أن نكون وفقنا في تقديم معلومات بسيطة عن الفرق وانتظرونا في المجموعة الخامسة إن شاء الله نلتقي بكم. محبتي أعزائي المشاهدين ودعوني أقلب الاعتذار، أعتذر من الجمهور لأنني يعني حصلت الكابتن لؤي صبحي على اتصال فونو حتى نسولف فيه على 3 حالات في عجالة، إذا ممكن يتداخل معنا الحكم الدولي لؤي صبحي. السلام عليكم أستاذ حسين، تحية لك والضيوف الكرام الغاليين. حبيبي حكمنا الدولي الرائع الكبير لؤي صبحي، انا اعتذر منك يعني كان اكو هناك لبس في وقت البرنامج في عجاله. كابتن لؤي عندي 3 دقائق دونتها اجنده خلف كريم، دقيقه 70 نعم. لتونس والدقيقه 94 للدنمارك والدقيقه 57 لبولندا التي اهدرها ليفاندوفسكي، تفضل. نعم استاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاله اللي دخلت عليها الفار الدقيقه 74 كانت ضمن اعتبارات كره القدم حاله صحيحه جدا، وبالنسبه للجزاء دقيقه 94 بعد عوده الحكم الى الفار كان هنالك سحب، ولكن حاله شديده الصعوبه بالرؤيه على حكم الساحه بعد تدخل الفار كانت هنالك سحب واضح بالنسبه لل نعم. يعني من المدافع على المنافس ماله، وكانت ركلة الجزاء صحيحة وأنا متفق وياه يعني جدا بصراحة. نعم 57 لبولندا على المكسيك أستاذ لؤي. نعم أستاذ، كانت أيضا حالة واضحة جدا للعيان، وتدخل يعني تدخل الحكم الفار المساعد كان في محله، ولكن أنا بس حبيت أنطي ملاحظة يعني هنالك هواية أسئلة بخصوص الوقت البدل الضائع. نعم. احدى التوصيات نعم. من لجنه الحكام الفيفا المشرفه على حكام كاس العالم نعم. هنالك حكم خامس خاص تم وجوده بجانب الحكم الرابع نعم. لاعطاء الوقت البدل الضائع كل نعم. ما يزيد عن 30 ثانيه، هاي التوصيات الاخيره اللي سمعوا بالحكام المشاركين في كاس العالم، كل وقت فوق ال 30 دقيقه 30 ثانيه عفوا يجب انه يحتسب، فتباوع المباراة تطلع ب 15 دقيقة ربما بالشوط الأول و10 إلى من 8 فما فوق بالنسبة للشوط الثاني، فكان شعار الفيفا احتساب الوقت بدل الضائع كل شيء زاد عن 30 ثانية. حبيت أوضحها يعني للمتابعين. نعم نعم يعني نعم نعم، أشكرك جدا الثانية. أشكرك جدا حكمنا الدولي لؤي صبحي لهذه الإيضاحات وهذه الإفاضة في دقائق موجزة، ولربما يعني زيد عدد التبديلات بناء على احتساب الوقت الضائع بهذا الأمد. أشكرك جدا وسنتواصل غدا بإذن الله أستاذ لؤي. أنتقل الآن أحبتي إلى يعني مباريات يوم غد، توقعاتك استاذ خلف، عندنا غدا 4 مباريات في مجموعتين، المجموعة اي في عجالة، المانيا اليابان. المانيا انت لابس اسود وابيض؟ لا انت تشجع المانيا. اسبانيا كوستاريكا. اسبانيا، وانا اول مرة اشجع اسبانيا بغضا بكوستاريكا. ليش؟ لانه ما لعبوا يانا ودي، لانه لم يدخلوا يعني تحججوا. أيه. حججوا، احنا غالبينهم بالاولمبياد، غالبينهم منتخب عسكري، غالبينهم منتخب الوطني، قاموا يتقلبون علينا عموما. المجموعه اف خلاص، المغرب كرواتيا، اصعب مباراه هذه، اصعب مباراه. انا برايي الفريق المغربي فريق واحد من الفرق الرائعه جدا. نعم نتمنى له التوفيق في المنتخب العربي المغربي، ان شاء الله نتمنى نشاهد مباراه تليق بهم اسود الاطلسي. ها هذول المغاربه اللي انا اقول عليهم دولة برازيل الكرة العربية. نعم. بلجيكا كندا، شو كانوا دولة بلجيكا؟ كندا الجافة على بلجيكا، طبعا هو الفريق المرشح للفوز. نعم نعم، لأنه بلجيكا اليوم يعني معظم لاعبين المنتخب الوطني البلجيكي هم نجوم في الأندية الأوروبية. نعم. إلى هنا
احبتي الاكارم، يعني الوقت ما يعني اتمنى اكثر ان ابقى وياكم. الى هنا ناتي على نهايه حلقه اليوم من برنامج ايام المونديال من فضائيه الايام. عسى نامل ان نلتقي بكم غدا ان شاء الله بنفس التوقيت. سجلوا اعتزازي للمعدين علاوي احمد ومازن السريع.